نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين. نشكر مؤسسة الـ HCI عن وجبة الغداء، والوضع في غزة صعب. لن تذبل فينا ورقة تين، ما هان الحق علي. كل الشكر لمؤسسة HCI على الدعم اللي بتبذله لدعم صمود شعبنا الفلسطيني وتخفيف الأوضاع الصعبة على كل المواطنين، وربنا يجزيكم خير وكل عام وانتم بخير.